اما وقت اللي تم الاستغناء على 4 ملاعبيه من الملعب التونسي من قائمه المدرب الوطني لكانس بعد ما شاركوا في التدرب التحضيري للمنتخب، كيفاش باش تكون رده فعلهم ورده فعل فريق باردو قدام السي بي؟ اي ماتش نشوفوه ديما نراقبوا الملاعبيه اللي اخترناهم ونشوفوا ميم طون ماشي واحد يبرز اونترتون. باش تكون في الرحله ربما نتاع مباراه السنغال باش تكون في ستاف تكنيك اوفيسيلمون في ليكيب ناسيونال ا. السي بي وبعوده اوكبونا يبحث على ثاني انتصار ليه في بدايه الموسم وتفادي هزيمه اللي يمكن تعجل برحيل مدربه راتكو دوستانيتش. وبعد تقريبا 12 دقيقه من نساق الباتي باش شفنا اول شبه فرصه ومحاوله من اوكبونا يحاولها دفاع الملعب التونسي للركنيه. دقيقتين من بعد فرصه اخرى للنادي الرياضي بنزرتي، التسديد من بعيد وحارس مرمى الملعب التونسي يبعد الخطر. الملعب التونسي وبالاعتماد على خط هجومه حاول يرد الفعل، لكن في غياب الخطة التكتيكية الواضحة والعمليات الكروية المركزة لهيثم البغدادي ولعلاء المرزوقي تمكنوا من مباغت دفاع السي بي. زملاء علي المشاني في هالفترة كانوا ربما الأقرب للتهديف بالاعتماد خاصة على الثنائي الأجنبي بيجي اللي حاول مباغتة عن طريق التسديد، كذلك عن طريق أوكبونا اللي أتاحت له أبرز فرصة في هالشوط بعد ما عمل السعيب تجاوز المدافع عباس، لكن التسديده تمر جانبيه للمرمى وتضيع معاها فرصه افتتاح النتيجه. في شوط اول مستواه كان دون المتوسط، شوط للنسيان وقت اللي نشوفوا فيه مستواه ما يليقش بالمره بزوز فرق. سي سيد مباراه الملعب التونسي ونادي البنزرتي ولا نادي تونس والتحالف؟ اليوم الملعب التونسي بنزرت. سعيد صديقي ودونك نتقابلوا نحكيوا في السياسه، نحكيوا الكره، ساعات نتفقوا ساعات نختلفوا. بقى الروح الرياضيه اللي عندنا اليوم في الكره موجوده كذلك في المجال الاخر. تتفقوا في الكره ولا اليوم؟ اليوم كل حد يحب يربح. كي كورنا نداء ضد تحالف نداء هو اللي ربح في الكره القدم، نحب نقول لك احنا مشينا لهم مجال كبار جابوا لنا صغار وبواعد كذا. الشوط الثاني ارتفع فيه نوعا ما نسق اللقاء في بعض الفترات خاصه من جانب فريق النادي الرياضي البنزرتي اللي مره اخرى تتيح له فرصه افتتاح النتيجه، لكن المجهود اللي قام به بيجي ما يجسموش أوكبونا وهالاخير في مكان مناسب وكورته تمر عاليه. الملعب التونسي يرد الفعل اثر كره ثابته من جلاسي، الحارس موجود في مره اولى، ثم بالرغم من متابعه هجم عباس العمليه فانه الدفاع كان موجود لابعاد الخطر. شوط ثاني ابرز ما شفنا فيه التغييرات بالجمله من جانب كل فريق، دخول بن ذياف، العوني وعلولو في صفوف الملعب التونسي، مصعب ساسي، رجيبي وزعايم في صفوف النادي الرياضي بنزرتي. تغييرات عملت الفارق لكن ما غيرتش النتيجة خاصة من جانب فريق السي بي في الدقائق الأخيرة للقاء أثر توغل من مصعب سيسي داخل منطقة 18 متر، أمير دريد يقوم بالهفوة، والحكم الكردي يعلن بدون تردد عن ضربة جزاء وإنذار ثاني لمدافع الملعب التونسي يكلفه الإقصاء. يوسف ينفذ وحارس مرمى الملعب التونسي يتألق ويتصدى ويحرم السي بي من العودة لبنزرت بثلاثة نقاط هامين، وبالمناسبة هذه ثالث ضربة جزاء خلال الموسم يعجز السي بي عن تجسيمها، في حين نقطة استفهام كبيرة قدام المردود المتواضع لأبناء الأسعد الدريدي. عملناش ماتش كبير، لكن البلوز امبورتون بالنسبه لنا احنا ملاعبيه عرفوا كيفاش يخرجوا من سيتياسيون صعيبه هذه. ظهر لي نحن قاعدين نحطوا في بروجي اون بلاس. النتائج نتاع الملعب التونسي ماهيش كاتاستروفيك، الجمعيه ماهيش الاخرى. بالنسبه لنا انا نكون في جمعيه، انا نعرف ايش قاعد نعمل. المجموعه اللي عندنا مجموعه طيبه، يلزمها شويه صبر باش نجموا نمشيو قدام. مريتو اللي معناها سي بي كانت سوبيريور تو لي نيفو. دو زوكازيون نيت راتي معناها فاسو فيلي، بينالتي راتي على ديرنيير مينوت. يظهر لي اقل حاجه اليوم معناها وميريت لي 3 بوان. قيس البريم نتاع النيل والبينالتي فيه علوش العيد ولا ليش؟ علوش العيد شفتو عندي جماعتين وحدك يعني ما غبلاش بريم؟ ليش يعطوني فلوس في وسط الجمعه شفينا علوش العيد وكل حاجه لازم. الأسعد الدريدي خطاب واضح يطلب الصبر، كلام منطقي ولا؟ بالمقارنة مع الموسم اللي فارط عادي جدا انه توفق في باش يضمن البقاء الفريق في الرابطة الأولى، يطلب مزيد من الصبر، لكن تعرف كما قال بكري اخويا اسكندر كرة القدم بعض المرات ما تستناش ما تصبرش، يعني مفروض مباريات خرج من هزيمة ثقيلة ضد اتحاد رياض المونستيري 3-0، تعدى أسبوع صعيب مفروض ما يتعثرش مرة ثانية، عمل تعادل يعتبر تعادل سلبي،
كيفاش تعادل سلبي وقت اللي شفنا الفرص مثلا نشوف الفرص نادي بنزرتي نادي بنزرتي وضرب الجزاء ايضا مهدوره في اخر لحظات المباراه. يعني تعادل حبيت نقول اللي تعادل ماهوش في صالح الملعب التونسي، وفي نفس الوقت كان ينجم يلعب على ارضيه ميدانه، كان ينجم عنده صلاحيات الكل انه باش يفوز في المباراه خاصه خارج من هزيمه. نادي رياضي بنزرتي ضيع زوز اهداف واضحين عن طريق اوكبونا ومبيجي. يعني كيف نشوف نقول انه الملعب التونسي لسعد الدريدي ولات عنده اقدميه مع الفريق، مفروض معناها يلقى توازن. علاش كنذكروا جاء موسم وقت اللي النادي الرياضي بنزرتي يدرب فيه نبيل معلول كان اهدر عدد كبير من ضربات الجزاء على القائم على العارضه وغيره، يذولي نفس السيناريو يتعاود الموسم هذايا ثلاثه ضربات جزاء يضيعوا منذ بدايه الموسم واللي كانوا يغيروا مجرى مباراه، مش نادي بنزرتي رابح اثنين بلاش وضيع الهدف الثالث، ان شاء الله يستفيق في الايام القادمه. بالنسبه لسعد الدريدي عنده مجموعه طيبه قاعد يخدم في خدمه ممتازه، ان شاء الله يخليه يخدم ايضا والتشويش ما يكونش كبير. عمليه وحيده في المباراه هذه هشام قيرات نشوفهم بعضنا. عمليه في الدقيقه الاخيره تقريبا المباراه، هجوم للنادي الرياضي البنزرتي، كره يستحوذ عليها مصعب ساسي يتوغل داخل المنطقه، الحكم كان قريب جدا من العمليه ومعناها المدافع عن الملعب التونسي يقوم بالخطا والحكم بدون تردد يعني على ضربه جزاء. شاهدوا هنا كيفاش الاعتراض باليد، وتعرفوا انه كل اعتراض مع الكونتاكت معناها مخالفه مباشره، وهذا اللي قام به الحكم في العمليه هذه.